الرحمن الرحيم. الأخوة فرقة سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، الموضوع الذي تتقدمون به من التمثيليات والمسرحيات موضوع حسن وتثقيفي و يسبب هز المشاعر، وفي المثال صورة واحدة خير من ألف كتاب. الصورة تنطبع في ذهن الإنسان الرائي مما لا يحصل على تلك النتيجة ولو ألف كتاب، كما في المثل المشهور. فالعمل مشكور، وإسلامي وتقدمي، ويسبب هزا في أوساط مما لا يسبب مثله كثير من الكلمات والقصائد والكتب وما أشبه. تمثيل شيء قديم، مو شيء حديث. أكو في الأحاديث الشريفة إن الله سبحانه وتعالى صور واقعة كربلاء على جناح جبرائيل عليه الصلاة والسلام ليري الواقعة الأمم السابقة، أنبياءها يعني. فالله صور وقعت كربلاء تصويرا، وأظن التصوير كان تصوير تلفزيوني. حديث يقول إن الله صور وقعة كربلاء على جناح جبرائيل، ومعنى جناح جبرائيل يعني كالفردة السينمائية. فكان الأنبياء السابقون الذين صور الله لهم تلك الواقعة يشوفون الواقعة متحركة، مو كأضواء وكصور، وإنما كحقائق، وكأنهم يشاهدون الواقعة. ثم بعد ذلك التصوير أو التشبيه أو جعل إنسان بمنزلة إنسان، هذا وارد في القرآن الحكيم بالنسبة إلى عيسى ورئيس اليهود. عيسى عليه الصلاة والسلام أرادوا صلبه، لكن اليهود الذين أرادوا صلب عيسى وبرئاسة هيرودس ذاك اليوم، الحاكم الطاغي يعني صدام زمانه كان هيرودس، وكان كافر بالله وبأنبياء الله، وكان معاصر لعيسى عليه الصلاة والسلام المسيح. فلما أمر بإلقاء القبض على عيسى، عيسى رفع إلى السماء، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم. شبه يعني شنو؟ يعني أن الله ألقى شبه عيسى على رئيس اليهود، فأخذوا رئيس اليهود وهو في صورة عيسى، ويظنون أنه عيسى المسيح، وصلبوه بين سارقين. يعني المصلبة هنا مصلبة وهنا مصلبة وهنا مصلبة، صلبوا سارقا هنا وسارقا هنا، والشبيه عيسى وهم يظنونه عيسى صلبوه في الوسط. وأنتم تعلمون أن الصلب في الزمان السابق ما كان هكذا لالآن. الصلب في الزمان السابق كان على الصليب، الصليب يعني خشبتان هكذا،
خشبة هكذا وخشبة هكذا ويلصقون المصلوب على هذه الخشبة الوسطة الممتدة عموديا، ويجعلون يديه على هاتين الخشبتين الممتدتين أفقيا، وهكذا كانوا يصلبون. فكان لعيسى عليه الصلاة والسلام صنعوا صليبا هكذا، ولسارق هكذا، ولسارق آخر هكذا، وفي الوسط ظنوا أنهم صلبوا عيسى، لكن عيسى رفع إلى السماء، والذي صلب هو رئيس اليهود كان، وبعدما صلب رأوا أنه رئيسهم، وهذا مو عيسى، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ولما أخذوا يبحثون عن عيسى رأوا أنه قد فاتهم، مو موجود عيسى. أين ذهب عيسى؟ ذهب إلى السماء، بل رفعه الله كما في القرآن الحكيم. فالتشبيه يعني شبه هذا الرئيس بعيسى عليه الصلاة والسلام. ثم هناك في الأحاديث تشبيهات أخرى، من جملتها تشبيه جبرائيل عليه الصلاة والسلام بالدحية الكلبي. دحية كان شاب في المدينة المنورة ومن أصحاب رسول الله، وكان في غاية الجمال والروعة، وكان أجمل شاب في المدينة هو دحية. ذات مرة الرسول كان يكلم دحية، هذا الولد الشاب، مر إنسان لم يسلم عليهما، يعني على الرسول ودحية، مر ثم رجع شاف دحية مو موجود وإنما الرسول وحده، فسلم على الرسول. الرسول قال له: لما لم تسلم علينا لما مررت بنا؟ قال: يا رسول الله، رأيتك تتكلم مع دحية كلام خاص متبين بينك وبينه، فما أردت أن أزعجك بسلامي. الرسول قال: إنه لم يكن دحية وإنما كان جبرائيل، وإنما شبه جبرائيل بدحية وكنت أكلمه، ولما انتهى كلامي معه رفع إلى السماء، راح غاب. فجبرائيل أخذ صورة من؟ صورة دحية، وكان يكلم مع الرسول. في الآخرة أكو في الأحاديث، وإن شاء الله كلنا نذهب إلى الجنة بإذن الله تعالى، أكو هناك في الآخرة السوق يسمى بالسوق الصور. كل إنسان يذهب إلى هذه السوق فينتخب صورة، يبدل صورته ولا تلك الصورة، يعني يحب صورة مثلا زيد، يحب صورة عمرو، يحب صورة بكر، يحب صورة فلان، فيبدل صورته، مو أنه يبدله كتبديل لباس، كتبديل صورة يعني. يعني إذا رأيته قلت إنه زيد، فيبدل الصور، ويسمى هناك بالسوق الصور كما في الأحاديث. بالنسبة إلى الملائكة نفس الشيء موجود، الملك جسم نوري يتشكل بأشكال مختلفة ما عدا الكلب والخنزير. يعني الملائكة يتصرف في جسمه فيشبه نفسه بأي إنسان إن شاء، بأي شجر إن شاء، بأي جبل أو بحر إن شاء، بأي حيوان إن شاء، طير، السمك، البهائم، الوحش، ما عدا الكلب والخنزير. الملك جسم نوري يتشبه بأشكال مختلفة ما عدا الكلب والخنزير. التصوير والتشبيه وإلقاء الشبه على إنسان من إنسان أو ما أشبه، هذا كما قلنا من القديم، وهذه الأحاديث التي قرأناها وبعض الآيات المباركات كلها في هذا الصدد. الفرقة التمثيلية لسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في الحقيقة أمر حسن وتقدمي ومفيدة إلى أبعد الحدود. الإخوان من الأفضل
أن يضيفوا على عملهم في الفرقة جعل مدرسة لهم، بمعنى تربية جماعة من الشباب لأن يكونوا فرقا في المستقبل، لأنه التمثيليات الموجودة الآن في العالم أغلبها إما شرقية وإما غربية وإما صهيونية كما تعلمون، وحتى إذا لا هذا ولا هذا ولا هذا إنما هم فرق عملاء مربوطين بالأيديولوجيات الفكرية المنحرفة. فإذا كانت للإخوان مدرسة بتدريب طلاب على التمثيل حتى ينتشروا في الأرض في المستقبل بإذن الله تعالى، في الهند، في باكستان، في أفغان، في البلاد العربية، في أندونيسيا، في تركيا، في غير مكان، هذا الشيء يكون كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فمثلكم تكون تلك النواة الطيبة الصغيرة، نواة تفاح تزرع وبعد مدة تعطي كم؟ 10,000 تفاح، أو نواة البرتقال وبعد مدة تعطي 10,000 برتقال في سنوات متعددة. وهكذا شبه الله في القرآن الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. تكون لكم مدرسة، تلاميذ تربونهم على المسرحية والتمثيل وهذه الأعمال المشابهة. في أمريكا مدينة لهذا الشأن، السينما والمسرح والملهى وغير ذلك من الأشياء المعروفة، لكن في خدمة الكفر. أنتم تكونون في خدمة الإسلام والتشيع بفرقتكم التمثيلية. فإذا صنعتم هذا الشيء وانتشر هؤلاء الإخوة، هؤلاء يبثون الإسلام والفضيلة في مشارق الأرض ومغاربها بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم الإسلام في الحقيقة غني بالقصص، جدا غريب. القصص المبتدأ من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلى اليوم قصص جدا غريبة وصالحة للتمثيل. أخلاقيات الرسول، حروب الرسول، اجتماعيات الرسول، وفود الرسول، ثم بالنسبة إلى علي، الحسن، الحسين، الأئمة الطاهرون، ثم القضايا الإسلامية، الحروب الإسلامية، إذن كلها صالحة لأن تكون تمثيلا ومسرحا وسينما وما أشبه. وذات يوم كنت أنا أفكر لو أن الجماعة من المثقفين الإسلاميين الذين يعرفون كيفية تنظيم المسرح كتابيا، هؤلاء لو يريدون أن يستخرجوا من بطون كتبنا مسرحيات وتمثيليات لتمكنوا من استخراج ما لا يقل من 1,000 مسرحية وتمثيل، لأن الإسلام غني إلى أبعد الحدود بهذا الشيء. إن شاء الله أنتم تكونون تلك النواة التي تعطي مدرسة، المدرسة التي تعطي هذه 1,000 تمثيلية، ونقول 1,000 تمثيلية نقول على أقل تقدير. العمل مشكور، وإن شاء الله تعالى تكونون أنتم التقدمية الطلائعية في هذا الميدان، والتوفيق من الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه كما يقول في القرآن الحكيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله،
وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.